شو لوين؟ طالعين نحرر السمرة الفجر. الله يحميكم. اضحكي سناف، إذا ما ضحكتي أنت كيف بدنا ننتصر؟ هي الضحكة هي نص النصر. عن مشاركته في الملحمة الدرامية الوطنية لأنها بلادي التي تسطر بطولة جيش وصمود الشعب، يتحدث الفنان الشاب أسامة ملوك الذي جسد دور الملازم وفيق وهو ضابط في القوى الجوية وقائد فصيل عسكري عن تجربته. كان شخصيتي بالمسلسل ملازم وفيق. ملازم وفيق هو أحد ضباط القوى البحرية، بيكون قائد لفصيل عسكري. هذا الفصيل بيحرر منطقة السمرة بريف اللاذقية، طبعا هي منطقة جبلية صعبة جدا. هاي العملية بتتم من خلال البحر. كانت هي من أصعب المعارك اللي تواجدت على الأراضي السورية. طبعا ملازم وفيق هو شخص جبار وصلب، لكن رغم كل هالشي بتنشأ قصة حب بينه وبين صبية اسمها سلاف، وبيخطب هاي الصبية. طبعا هاي الصبية بتكون بنت ضيعة وقلبها طيب وصبية رائعة طبعا، بس هذا الشيء ما بيخليه يتوانى عن القيام بواجبه الوطني وذهابه إلى منطقة السمرة وتحريرها. العمل قدم قصصا إنسانية اجتماعية تعكس الواقع الذي عاشه السوريون خلال سنوات الحرب من حزن وفرح وألم وأمل. عمل بيحاكي انتصارات الجيش العربي السوري وبيعكس الواقع السوري كما هو خلال أكثر من 10 سنوات. طبعا عمل متصل منفصل، هو عبارة عن ثلاثيات متواصلة، كل ثلاثية بتحكي قصة وبتروي انتصار للجيش العربي السوري. مشاركات عديدة في الدراما السورية سواء في البيئة الشامية أو غيرها من الأعمال، يجسد أسامة من خلالها عدة شخصيات، وكان لعمله الأخير الرصيد الأكبر حيث شارك في صنع الملحمة الوطنية التي سلطت الضوء على تضحيات الجيش العربي السوري ودوره في تحرير الأراضي السورية من الإرهاب.